انا بالنسبه لي الفنانه دوني باطنه كان كلها كل احترام وكل تقدير اخت وصديقه وعزيزه يعني هي حره في في الراي ديالها ولكن يعني مادام ما جبدتش حاتم ادار يعني الامور الاخرى كتبقى من الناس اللي اللي اللي, معهم كتعامل معاهم او اللي كتواجه معاهم بالنسبه لي انا كنظن يعني بعيد من هذا الموضوع هذا اول شيء بالنسبه للتطواج ها انت باش تشوف راه ما كاين والو يعني كان غير كان غير الرسم مرسوم قرب على فك الكاميرا مزيان باش يشوفوا الناس حتى انا ما كاينش اذا كانت غير لاصقه آه هذا كان غير بيرسوناج ديال واحد واحد القصه معينه خاصني نعمل هذيك القصه او نعيش هذاك الدور باش يشوفني آه الجمهور المغربي في واحد الحاجه اللي فريمون كنحاول نعبر عليها أه يعني فريمون أه لا تاتواج ولا حتى اللبس ولا حتى الفكره ديال الطانكا هذه دي كل اشياء كانت كتعلق بواحد البيرسوناج اللي كنت كنعيشها في هذيك اللحظه المظهر كيلعب دور في, 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 الزمن ديالنا الحالي ماشي غير في الفنان الا ما ساغيش اوتيل مثلا مصنف بغيتي تدخل ليه مثلا ولا لابس شي هردات ما تدخل هذي يحبسوك ف يعني ما لغز ما بقاش الجوهر الداخلي كيلعب واحد الدور كبير بزاف هو مهم ولكن عند واحد مجموعه الناس ولا المظهر كيلعب دور كبير ما الانسان حافظ على على الهندام ديالو على 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 اللبس ديالو على طريقه التعامل ديالو طريقه الكلام ديالو يعني اه يكون افضل